استقبل صباح اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مشروع تعديل الدستور أحمد العرابة، وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن الرئيس تبون تسلم المشروع التمهيدي لتعديلات الدستور. البيان أضاف أيضا أنه تقرر تأجيل توزيع الوثيقة على الفئة المعنية بسبب الظروف الصحية الراهنة إلى حين تحسن الظروف. هذا وتوجه الرئيس عبد المجيد تبون بتشكراته إلى اللجنة نظير المجهودات التي تبذلها، وأنها أعدت مشروع التعديلات في فترة لا تتجاوز شهرين.